يا ابني لوين بدك تروح؟ على بيتي لعد مرتي وولادي. شو بدي ساوي؟ حتى لو كنت ماني مبسوط معهم، يمكن صارت كل هاي المشاكل معي يا عمي مني أنا، لأنه بسبب ضغط الشغل هملتهم لولادي ولمرتي كمان. بس هلأ عرفت شي، إنه في شغلات أهم من الشغل، العيلة أهم. ما عندي غيرهم، ما رح أخسرهم، وكله بسببكم. هدول إلك ابني. يا ابني معقول نخليك تروحوا إيدك فاضية؟ خد مني، خلي ولادك يأكلوا منهم صحة وهنا إن شاء الله. إيه بس هدول جاب لك ياهن لألك. بيجيب لي بدالهم، بس أنا حابة ولادك يدوقوا منهم. خدهم يلا، ما تخجلني، ألف صحة وهنا. شكراً إلك، ما بعرف شو بدي إلك، خجلتيني. راح أخذهم لأولادي وراح خبرهم إنه هدية منك. إيه والله ما قصرتي، كنت عم فكر أعطيهن، بس ما تقليلي ما حبيتيهن، ريحتهن كانت مثل المسك. كل شي بيجي منك أنا بحبه، لأنك بتفكر فيني دائماً، وهلأ ارتحت أكتر لأنه راح يطعمي ولاده منهم. والله ريحة بيتنا كتير حلوة، مانك شامم؟ والله هذا البيت ما بيسوى شي بلاك حبيب قلبي. أنا لا يحرمني منك ولا لحظة هزار. قلي لي شو بدي من هالدنيا وانت موجودة؟ الله يمد بعمرك ولا يفرقني عنك. قولي آمين. آمين آمين. حكمات، ما يشوفنا حدا من الجيران عيب عليك، فوت فوت. معقول بتخجلي؟ في مرة بتخجل إذا حضنت جوزة؟ ليكي بدي روح جيب لك أحلى فستان، شو رأيك؟ ماما بابا إجا. بابا اشتقنا لك. عجد اشتقنا لك. والله من لما رحت صدقني ما قدرت أقعد بالبيت ولا لحظة، ما كنت حاسس بقيمة وجودك. لا عاد تتركنا بابا. هديل رح أنسى كل شي واعتبره ما صار، بس كرمال سعادة ولادي جبت لك هدية معي من جماعة، هي سلة تفاح، أنا متأكد رح تحبيها. صار وقت نرجع عائلة حلوة، لأنه يلي شفته هالأيام صدقيني بيسوى مال الدنيا كلها. ما بقى بدي مشاكل بالبيت شو ما كان السبب، لأنه لازم نقتنع كلنا أنه الحياة قصيرة. صدقيني المصاري وسخ الدنيا، وبتمنى تكوني فهمتي. خديهن، خدي حياتي، بتمنى تحافظي عليهن لأنه قيمتهن كبيرة عندي. أهلا وسهلا فيك يا ابني، تعال عود جنبي. شبك ابني؟ تفضل عود. لا ما بدي أقعد. ايه شو صار معك؟ شوفي مين إجا. ذكرتي؟ أهلا وسهلا يا ابني، تفضل عود تفضل. أنا بدي أعترف لكم. قلت اعتراف؟ اعتراف شو؟ تتذكر وقتها اللي شفتني؟ ايه. أنا ما كنت باردان وقتها، كنت جاي كرمال اسرق لك حصانك. لأول مرة بحياتي كنت بدي اسرق، سامحني يا عمي. اجيت لعندك لأنه ما عم اقدر نام. أنا آسف، بس يلي عملته علمني درس، ولما رجعت صليت الصبح اجيت لعندك كرمال تسامحني. بترجاك يا عمي، ممكن تسامحني؟ طبعا بدي سامحك ابني، الله غفور رحيم، ليش مين انا حتى ما سامحك؟ بس وعدني ما تعيدها. ايه بس انت ما سرقت اللي حصاني. كان بدي سامحتني مو هيك؟ سامحتك من قلبي. اه واقف ابني، تعال عود، انت ضيفنا تعال. مرتي ناطرتني مرضانه، ما فيني اتركها. اساسا انا كنت بدي اسرق لك حصانك مشان جيب له دواء. عرفت شو مشكلتي يا عمي؟
والله العظيم تعبت، كتير تعبت. الحمد لله على كل حال، شكرا. خاطركم. أنا هلأ عرفت ليش جتنا هاي المصاري. هاي جتلك فستان، ما بقى يلزمونا المصاري. استنى ابني، واقف. خدهم مني، يلا خدهم. بس ما بصير أخدهم منك. بصير بصير، خود. ما تعاندني، جيب الدواء لمرتك. بس بكرة بدي رجع لك ياهم. شكرا لك، يكدر خيرك. تيسر. على طول بنبسط بالشي اللي بتعمله. الله لا يحرمني منك يا أبو أطيب قلب. ويعطيكي طول العمر وحياتك، كل شي بساويه كرمال عيونك. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.